رأس الشرف، سلام جمهورية السنغال، سلام سلام. الشرف جنبين سلام. رائد احمد مراد من الحرس الجمهوري، حرس الشرف جاهز للتفتيش يا فندم.
مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه التغطية الخاصة على شاشة التلفزيون المصري. وزيارة رئيس سنغالي ماكي سال إلى مصر، حيث استقبله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلمين الوطنيين، وكذلك تم استعراض حرس الشرف. هذه الزيارة الهامة لدولة السنغال ورئيسها السنغال، التي تعد واحدة من الدول الإفريقية التي لها تاريخ مؤثر في وجدان الأفارقة، وإحدى الدول الديمقراطية القليلة في القارة الإفريقية. لم تؤرقها الانقلابات العسكرية في تاريخها الحديث، وأيضا يتم فيها التناوب على السلطة بدون صراعات وبطريقة سلمية حضرية كما تفعل الدول المتقدمة. ساعد السنغال الموقع المتميز الجغرافي الذي تتمتع به وبه العديد أيضا من الخصائص الاجتماعية والسياحية، وتحمل مدنها الكثير من علامات التميز والتفرد من حيث المعمار والطبيعة والمناخ والتاريخ والتراث الحضري. توصف السنغال بأنها البلد الإفريقي الأقرب إلى العالم العربي والأكثر تأثيرا في منظمة المؤتمر الإسلامية. هذه الصورة هي مراسم الاستقبال التي تابعناها منذ قليل للرئيس السنغالي ماكي سال في هذه الزيارة الهامة التي يقوم بها ضيفا كريما عزيزا على مصر في دولته الصديقة والشقيقة، ومراسم الاستقبال الرسمية التي أجريت له بقصر الاتحادية، واستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس السنغالي. مصر والسنغال علاقات ترتبط على مدار أكثر من 59 عاما، إذن هي علاقات تاريخية بتضرب بجذورها في العديد من المجالات. بدأت بحركات التحرر في ستينيات القرن الماضي للدول الإفريقية المختلفة، والتي كان لمصر الدور الأبرز فيها من حيث دعم الدول الإفريقية في محاربة الاستعمار ومكافحته. والآن تبدأ علاقات أخرى باستراتيجية تمتد إلى مواجهة الفكر المتطرف، تدعيم الأمن والسلم في القارة الإفريقية، ومواجهة الجماعات الإرهابية المختلفة. مصر والسنغال علاقات صداقة تاريخية. كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية السنغال فور استقلالها في عام 1960، وكذلك تم تبادل العلاقات الدبلوماسية ما بين البلدين، وهو ما جعل هذه العلاقات تتسم بالتميز والخصوصية بين الرئيس والزعيم الراحل جمال عبد الناصر آنذاك والرئيس سنغور. واستمرارا لعمق هذه العلاقات بين البلدين، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر دائما ما تنفتح على أشقائها الأفارقة، وتساهم معهم في النهوض بمجتمعاتهم وشعوبهم من خلال عمليات التنمية المختلفة والمستدامة في الدول الإفريقية، ومد يد العون المصرية إلى الأفارقة في كافة المجالات، ومنها مشروعات البنية التحتية وعمليات التنمية وبناء السدود، وأيضا تدعيم الفكر الذي يحض على الأمن والسلم ومكافحة الفكر المتطرف ومكافحة الجماعات الإرهابية المختلفة. تطلع للتعاون المشترك إذن في كافة المجالات بين مصر والسنغال، خاصة أن السنغال سترأس الاتحاد الإفريقي، ويكون هناك الكثير والكثير من القضايا المشتركة، على رأسها بالطبع ملف سد النهضة وحق مصر التاريخي في مياه نهر النيل. الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي ينضم إلينا عبر الهاتف. برحب بحضرتك أستاذ جمال. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بكل السادة المشاهدين. زيارة هامة للرئيس السنغالي إلى مصر، كيف تقرأ هذه الزيارة والعلاقات المشتركة ما بين البلدين؟ الحقيقة أقرأها في إطار أن الطريق إلى الاتحاد الأفريقي يبدأ من القاهرة. هذه الزيارة قبل رئاسة السنغال للاتحاد الأفريقي، وأيضا قبل رئاسة الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي، أيضا أتى رئيس الكونغو الديمقراطية إلى القاهرة في زيارة في مثل هذا التوقيت العام الماضي للقاهرة. وبالتالي هناك استعانة بالخبرات المصرية، خاصة بعد النجاحات التي حققتها الدولة المصرية إبان رئاستها للاتحاد الأفريقي، الإنجازات العظيمة التي حققتها مصر سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو حتى فيما يتعلق بإعادة ترتيب الهيكل للاتحاد الأفريقي، وأيضا إنجاز اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وإخراجها إلى النور. كلها منجزات طبعا تضاف كمان لدور مصر الفاعل في إحلال السلم والأمن
الافريقي، كلها ادوار ومنجزات مصريه على الصعيد الافريقي بتجعل الاستعانه بالخبرات المصريه وبالتجربه المصريه دائما حاضر في ذهن الدوله القادمه على رئاسه الاتحاد الافريقي. وبالتالي اعتقد ان هذه الزياره تخدم في الاطار الاول الشق الاقليمي المتعلق بالقاره السمراء، وايضا بالطبع تخدم العلاقات الثنائيه التي ايضا شهدت تطور ملحوظ بعد عام 2014. بنتحدث عن عوده الدائره الافريقيه كدائره اهتمام اولى للسياسه الخارجيه المصريه. هناك اهتمام من القياده السياسيه المصريه بتطوير العلاقات المصريه الافريقيه على كافه الاصعده، وجدنا جولات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جابت يعني اكثر من 30 محطه افريقيه فقط في 7 سنوات، وهذا يرمز يعني توافر الاراده السياسيه دي تنشيط ودعم العلاقات المصريه الافريقيه، وده في الحقيقه انطبع على سواء التجاره البينيه ما بين مصر ومختلف الدول الافريقيه، او حتى دور مصر الفعال في يعني ترسيخ الاستقرار في القاره الافريقيه. نعم، اذا مصر والسنغال وعلاقات مشتركه ومواقف محل اهتمام مشترك في العديد من المجالات، ما يمكن أن تفضي إليها هذه العلاقات وهذا التعاون الثنائي ما بين مصر والسنغال في عام يعني ترأس فيها السنغال الاتحاد الإفريقي؟ ما هو المنتظر إذن؟ يعني إذا ما تحدثنا عن ملف سد النهضة كأولوية قصوى بالنسبة لمصر في البداية. بالتأكيد هذا الملف يعني سوف يحتل يعني مكانة مهمة لدى رئيس الاتحاد الأفريقي القادم السنغال، كما كان أيضا في الدورة السابقة للاتحاد الأفريقي. دائما هذه القضية موجودة على طاولة رئاسة الاتحاد الأفريقي كونها هذه قضية هامة للغاية وتمس استقرار مش مصر وأثيوبيا والسودان فقط، ولكن أيضا شرق القارة الأفريقية بالكامل، خصوصا أن هذا النطاق الجغرافي أصبح يشهد الكثير من الصراعات في منطقة خاصة بالقرن الأفريقي. وبالتالي يعني الوصول لإيجاد اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة أعتقد أن هي أولوية يجب أن تتطلع بها السنغال في مهمتها القادمة وهي ترأس الاتحاد الأفريقي، خصوصا أن هناك ترحيب مصري بالدور الأفريقي تجاه هذه القضية. دوما مصر تحاول أن تجعل الاتحاد الأفريقي منخرطا كعنصر حل في هذه القضية، وهذا أمر مهم جدا. مصر مؤمنة بفكرة الحلول الأفريقية للقضايا الأفريقية، وهذا المبدأ في الحقيقة بيجعل يعني هناك طريق سهل ومناخ سهل للأشقاء في السنغال للعمل على هذه القضية. أيضا هناك قضايا أخرى محل اهتمام مشترك زي القضايا المتعلقة بتنامي ظاهرة الإرهاب، وأيضا القلاقل الحاصلة في منطقة الساحل والصحراء. بنتحدث عن منطقة هناك 6 دول في منطقة الساحل والصحراء من عام 2021 حتى مطلع هذا العام شهدت اضطرابات سياسية، وبالتأكيد هذه الاضطرابات السياسية هي خلقت مناخ رحب للجماعات الإرهابية والفكر المتطرف للتسلسل والدخول إلى هذه الدول، وتحولت حتى نزاعات سياسية في هذه الدول إلى أيضا بؤر لتجمع الجماعات الإرهابية. وبالتالي هنا نتحدث عن تجربة مصرية رائدة في مجابهة الإرهاب والفكر المتطرف، وهذه الظاهرة الجديدة على أفريقيا جنوب الصحراء. نعم، شمال أفريقيا دائما كان يشهد خلال العقود الماضية يعني صدام مع الإرهاب ومحاربة للإرهاب، ولكن أفريقيا جنوب الصحراء ظاهرة الإرهاب حديثة عليها، وبالتالي هي تحتاج إلى دولة لديها قدرات وتجارب كبيرة جدا في مجابهة الإرهاب زي الدولة المصرية. مصر لم تعطي تجارب مجردة فقط، ولكن أيضا صنعت أو احتضنت في القاهرة مركز تدريب الخاص ب يعني قوى الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وبالتالي أيضا هذا المركز سوف يساهم في هذا الدور. أيضا هناك قضايا أخرى، طبعا جائحة كورونا بتضع نفسها على طاولة أي يعني مفاوضات أو أي اهتمامات للقادة والنظم الصحية الإفريقية. نعم بالتأكيد، وهنا بقى نتحدث عن التوزيع العادل للقاحات. القارة الأفريقية حتى الآن لم تحصل على النصيب العادل من اللقاحات التي تحصنها من هذه الجائحة. ما زال المجتمع الدولي ينظر يعني مش باهتمام قوي لفكرة حصول القارة الأفريقية على اللقاحات اللازمة، في حين أن للأسف القارة الأفريقية هي السوق التجاري والاستهلاكي الأكبر للمنطقة الأوروبية والدول الصناعية الكبرى، وبالتالي يجب الاهتمام بالتوزيع العادل للقاحات. هذه قضية مصرية بتوليها القيادة السياسية المصرية اهتمام بالغ، وجدنا هذه القضية وطرحها بهذا المنطلق وبهذه العدالة من خلال القيادة السياسية المصرية في كافة المحافل الأفريقية التي حضرها السيد الرئيس سواء عبر اجتماعات الفيديو كونفرنس أو الاجتماعات المباشرة. وجدنا هناك اهتمام بهذه القضية. أيضا
هناك قضية أخرى مرتبطة باستضافة مصر لكوب 27 ومستقبل القارة الأفريقية في ظل التغيرات المناخية. أعتقد أن هذا أيضا ملف يجب أن يكون محل اهتمام لرئيس الاتحاد الأفريقي في المرحلة القادمة، خصوصا أن احنا نتحدث عن دولة كبيرة في القارة وهي الدولة المصرية سوف تستضيف هذا المؤتمر الإطاري المهم للغاية، وبالتالي تفعيل الدور الأفريقي في هذا الأمر مهم جدا. إذن هي ملفات كثر على طاولة هذه المفاوضات الثنائية ما بين مصر والسنغال. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. مصر والسنغال، هذه العلاقات الوطيدة التي تضرب بجذورها على مدار التاريخ وتمتد أيضا بعلاقات استراتيجية في كافة المجالات، تمتد ربما أيضا إلى المجال التجاري والتجارة البينية ما بين الدولتين ومجالات تعليمية وثقافية، حيث تشغل السنغال نسبة كبيرة من الطلاب الدارسين في الأزهر الشريف خصوصا من حيث العدد بعد جامعة داكار العاصمة السنغالية. علاقات تمتد من حركات التحرر وتاريخ طويل لهذا التحرر من الدول الإفريقية المختلفة، وأيضا تحديات تفرض في العصر الحالي سواء على النظم الصحية نتيجة جائحة كورونا أو تغيرات مناخية ربما طالت الدول الإفريقية بالشكل الأكثر سلبا في ظل ممارسات لدول متقدمة لا تخلص فيها الإرادة الكافية للكثير من الإجراءات التي ربما تحد من هذه التغيرات المناخية. وبالطبع هناك استضافة لمصر لكوب 27 هذا العام في شرم الشيخ، وعلى رأس الأولويات الدول الإفريقية وما يطالها من هذه السلبيات وكيفية الحد منها. علاقات صداقة تاريخية تربط مصر والسنغال، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية السنغال فور استقلالها، وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية معها منذ عام 1960، الأمر الذي جعل العلاقات بين البلدين تتسم بالتميز وأسهمت في تعزيزها العلاقة القديمة بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس سنغال. واستمراراً لعمق العلاقات بين البلدين وانفتاح مصر على أشقائها الأفارقة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل عام 2019 بزيارة لداكار استقبله خلالها الرئيس ماكي سال، حيث أكد الرئيس السنغالي على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وضرورة العمل في هذا الصدد على تطوير مختلف أطر التعاون المشترك، فضلاً عن الاستفادة من الإمكانيات المصرية وخبراتها وتجاربها الناجحة في مجالات تنمية البنية التحتية وتشييد المدن الجديدة وإنشاء مشروعات الكباري والطرق والطاقة والسياحة، وذلك في إطار دعم خطة السنغال البازغة للتنمية الاقتصادية. وإيماناً من مصر بالدور المهم الذي تطلع به السنغال على المستوى الإفريقي، أكد الرئيس السيسي حرص مصر على استمرار التشاور السياسي مع السنغال بشأن مختلف ملفات السلم والأمن بالقارة، كما عبر الرئيس كذلك عن اعتزاز مصر بدورها في دعم جهود التنمية بالسنغال عبر تقديم برامج الدعم الفني وبناء القدرات لإعداد الكوادر السنغالية. وفي إطار تدعيم آليات العمل الإفريقي المشترك لمجابهة التحديات المختلفة التي تواجه القارة الإفريقية، تشارك مصر سنوياً في منتدى داكار الدولي حول السلم والأمن بإفريقيا، والذي أطلقه الرئيس السنغالي ماكي سال في 2014، حيث يبحث المنتدى سبل مكافحة ظاهرة الإرهاب بالقارة الإفريقية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بقضايا السلم والأمن بالقارة الإفريقية. عمق العلاقات المصرية السنغالية تؤسس لبدء علاقات شراكة مهمة متميزة تنعكس آثارها إيجاباً على حركة التنمية بالبلدين وعلى قدرة القارة الإفريقية على مواجهة تحدياتها بنفسها. We'll be right back.
مصر والسنغال علاقات مشتركة ترقى إلى المستوى الاستراتيجي في العديد من المجالات. أهلا بكم مرة أخرى في هذه التغطية الخاصة على شاشة التلفزيون المصرية. تشارك مصر سنويا في منتدى داكار الدولية حول السلم والأمن في إفريقيا، والذي أطلقه الرئيس السنغالي ماكي سال في عام 2014. وتأتي المشاركة المصرية في إطار تدعيم آليات العمل الإفريقي المشترك لمجابهة التحديات المختلفة التي تواجه القارة الإفريقية. يبحث المنتدى سبل مكافحة ظاهرة الإرهاب في القارة الإفريقية، وكذلك إمكانات وضع استراتيجيات فاعلة للتصدي لهذه الظاهرة وإرساء السلم والأمن في القارة السمراء، فضلا عن تبادل وجهات النظر بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية والمعنية بقضايا السلم والأمن في القارة الإفريقية. مصر كذلك شاركت في القمة 15 للمنظمة الدولية للفرنكفونية، والتي انعقدت بالعاصمة السنغالية داكار في نوفمبر من عام 2014. أما في عام 2019 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة هامة إلى السنغال، استقبله خلالها الرئيس السنغالي ماكي سال. وأكد الرئيس السنغالي آنذاك على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وكذلك ضرورة العمل في هذا الصدد على تطوير مختلف أطر التعاون المشترك، لا سيما في النواحي الاقتصادية والتجارية، فضلا عن الاستفادة من الإمكانات المصرية وخبراتها وتجاربها الناجحة في مجالات التنمية، والخاصة بشكل يعني خاص جدا بالبنية التحتية وتشييد المدن الجديدة وإنشاء مشروعات كبرى ومشروعات للكباري والطرق والطاقة والسياحة، وكذلك في البرنامج الاقتصادي الذي انتهجته مصر من حركات للإصلاح الاقتصادي. تأتي كذلك هذه التجربة المصرية بدعم واضح للسنغال، التي انتهجت هي الأخرى برنامج للإصلاح الاقتصادي بمعاونة من المجتمع الدولي في تسعينيات القرن الماضي، وأصبحت التجربة المصرية الآن بعمليات للتنمية المستدامة في كافة المجالات وبرامج الإصلاح الاقتصادي، التجربة التي يحتذى بها في العديد من الدول الإفريقية والعربية وبالطبع منها السنغال. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المباحثات مع رئيس السنغالي آنذاك في عام 2019 عن التهنئة للرئيس سال بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، الذي يؤشر إلى ثقة الشعب السنغالي في شخصه لاستكمال مسيرة النمو والازدهار في البلاد. كذلك أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزاز مصر بعلاقات الأخوة التي تربطها بالسنغال في أبعاد مختلفة وملفات ومواقف دولية محل اهتمام مشترك، بالطبع الأمن والسلم، قضايا التنمية، مكافحة الإرهاب، قضايا أيضا الدول الإفريقية ومنها ليبيا والمرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا لاستتباب الأوضاع بها وتحقيق إرادة شعبها. وللمزيد من المتابعين انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمود الضبع الكاتب الصحفي. أستاذ محمود، مصر والسنغال وطرق التعاون المشترك في مجالات عدة، كيف ترى هذه المجالات؟ صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينك الكرام. يمكن زيارة الرئيس ماكي سال رئيس السنغال لمصر الآن دي زيارة الثانية بعد الزيارة اللي كانت تم تبادلها في عام 2019. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار من قبل السنغال، وماكي سال يعني زار في نفس العام، كانت ليه زياره في مصر في التباحث في طرق التعاون. يمكن مصر والسنغال وترابط الاخوه اللي بينهم ليست علاقات سياسيه فقط وعلاقات اقتصاديه وثقافيه ودينيه، ولكن انت في مجمل الامر بتشوفي ان كل القضايا متوحده في الرؤى والتوافق ما بين مصر والسنغال في كل القضايا، خاصه القضايا الافريقيه والقضايا المحليه وسبل التعاون. يمكن نعم. مصر كانت من أولى الدول اللي اعترفت بالسنغال سنة 1960 لما استقلت، وده كان نواة الترابط وزيادة تطور العلاقات ما بيننا. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل ذكر إن
تطور علاقاتنا الأفريقية على أولويتها علاقاتنا مع دولة السنغال. يمكن في سبل عدة قد تزيد من هذه العلاقات، وخاصة العلاقات الاقتصادية. يمكن من أهم الرؤى اللي كانت متوافقة ما بينها اللي هي رؤى مكافحة الإرهاب، ونشوفنا في 2014 لما أطلق الرئيس ماكي سال منتدى الأمن والسلام، ومصر كانت حريصة كل عام على حضوره في دكار. فده في حد ذاته كان من علامات التوافق ما بين رؤانا ورؤى دولة السنغال في تحقيق هدف جميع الدول كانت بتسعى فيه لتحقيقه لمكافحة الإرهاب في أفريقيا. نعم. على أجندة الطاولة زي ما حضرتك أشرتي القضية الدولة الليبية وأهمية الإسراع بتحقيق الأجندة السياسية في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتحقيق الاستقرار الكامل لدولة مهمة أفريقية زي دولة ليبيا. ودي يمكن هتكون من ضمن المناقشات ما بين مصر وما بين السنغال وكيفية التعاون في هذا الأمر. على الجانب الاقتصادي، يمكن مصر في دولة أفريقيا كانت من الدول الرائدة في تحقيق تجارب اقتصادية مهمة جدا. أظن أن غالبية الدول الأفريقية يعني تطمح أن هي تكرر هذه التجربة وتستفيد من هذه التجربة في ما أسسته مصر من ركائز اقتصادية، وتجربة قامت في ظروف صعبة جدا، قد تكون ظروف متشابهة مع بعض الدول الأفريقية في عملية تحقيق النمو والتنمية، وخاصة أن احنا مرتبطين أفريقيا بأجندة التنمية الأفريقية 2063. ويمكن احنا في مصر هنا ربطين هذه الأجندة بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. نعم. إذن هي علاقات من التعاون الثنائي المشترك تصب في مصلحة القارة الإفريقية بشكل عام. إذا ما تحدثنا عن الشق الاقتصادي، يعني التبادل التجاري ما بين مصر والسنغال، وأيضا تفعيل مصر الاتفاقية القارية، اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية. يمكن مصر بتسعى بشكل كبير جدا لتحقيق هذه الاتفاقية، وعملية التعاون فيها افريقيا بشكل متسع، وخاصة وان معروف ان افريقيا دولة يعني قارة بكر وضوء، وقارة يعني بتمتلك كافة الامكانيات، ولكن يمكن تنقصها عملية الادارة وعملية الاستراتيجية. يمكن في كل المؤتمرات اللي مرتبطة بافريقيا او بتقام في افريقيا بنتحدث دايما على الاسراع في تحقيق استراتيجية 2063 لتحقيق التنمية الشاملة في أفريقيا. يمكن مصر خلال الفترة اللي فاتت دي حسب التقارير الدولية كانت من أولى الدول اللي هي استقبلت استثمارات أجنبية مباشرة على مستوى قارة أفريقيا، ولكن الهدف الأكبر إن احنا يعني تعم التنمية الاقتصادية على كل الدول الأفريقية، خاصة إن غالبية الدول الأفريقية أو يمكن ما فيش دولة ما فيهاش إمكانيات، ولكن الاتحاد أو التحالف ما بين الدول في تحقيق اقتصاد قوي من خلال قارة بتمتلك كل الإمكانيات، فده في حد ذاته هدف أسمى للجميع. ويمكن رؤساء الدول دايما بيتكلموا عن هذا الأمر، ويمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيتكلم على التنمية الشاملة لأفريقيا. يمكن قيادة مصر وتفعيل مقاومتها الأساسية والمقاومات الطبيعية. بالضبط، وتفعيل مقاومتها الأساسية على كل المستويات، المستويات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية والزراعية. فكل هذه الإمكانيات اللي بتمتلكها كل الدول الأفريقية لا ينقصها سوى الاتحاد والتحالف، لا ينقصها سوى وضع أجندة واستراتيجية تجمعها على تكوين قوة اقتصادية قوية بما تمتلكه من إمكانيات. وأظن كل الدول الأفريقية يعني بما تمتلكه من طبيعة، ودينا احنا بنشوف خلال الفترة اللي فاتت دي لما بنتابع كأس أفريقيا وفي الكاميرون، وبنتكلم على المناظر الطبيعيه في السنغال وفي الكاميرون وفي الدول الافريقيه، فبالتالي قد تتوافق وتتلاحم كل نعم. هذا يقودنا الى الحديث بشكل اكثر قربا عن القوى الناعمه وكيف تسير في خطوط متوازيه مع السياسات الخارجيه للدول. القوى الناعمه ومدى تاثيرها على الدول او تاثيرها على المتلقيين. يمكن انا بالامس بالصدفه لسه مطلع على تقرير مصدر من مؤسسه اجنبيه بتتكلم على القوى الناعمه في الدول وتصدر وترتيب الدول بهذه القوى الناعمه. يعني مثلا لما بنيجي نتكلم على
مباريات الكوره او الدوريات اللي موجوده في الدول، واحنا عارفين افريقيا في مجال كره القدم مستوياتها واصله لفين او بتخطف الانظار بمستوى كبير ليس بالقليل، ويعتبر هذا ممكن يكون امر من المؤثرات والمؤشرات اللي ممكن تؤثر على تحقيق رواج لهذه الدول من خلال هذا الملف او من خلال ملف السياحه مثلا والمناظر الطبيعيه اللي بتمتلكها هذه الدول، او من خلال المنظومات الاقتصاديه اللي ممكن تحققها زي ما في دول محققه جزئيه المؤشر من القوى الناعمه من خلال الاقتصاد او من خلال الرياضه او من خلال الدبلوماسيه او من خلال السياحه. فبالتالي يمكن لو قعدنا ننظر الى هذه المؤشرات على الامكانيات اللي موجوده في الدول الافريقيه ممكن تلاقيها محققه، ولكن تحتاج الى تنميه وتحتاج الى تطوير. فبالتالي ملف القوى الناعمه في افريقيا امكانياته موجوده، ولكن نحتاج الى تطويره، محتاج الى ترتيب اوراقه بحيث ان احنا نحقق منه الاهداف اللي مرجوه. لكن ايضا هناك الكثير من الطلاب السنغاليين الذين يدرسون في الازهر الشريف وفي الجامعات المصريه. ماذا عن هذا التعاون في المجال التعليمي والثقافي ما بين البلدين مصر والسنغال؟ هذا الملف ملف قديم جدا، يمكن الأزهر الشريف يفتح أبوابه على مصراعيه للطلاب الأفارقة بشكل عام ومنهم الأشقاء السنغاليين. دايما الأزهر الشريف مقصد لتلقي العلوم الدينية الإسلامية لكل الدول الأفريقية وكل الدول اللي هي مهتمة بهذا الملف. الطلاب السنغال يمكن متواجدين في مصر لدراسة في كليات الأزهر الشريف المتنوعة، ويمكن ده في حد ذاته جزء من التبادل الثقافي والاجتماعي أو العلمي. يمكن على جانب آخر، يمكن كان في لقاء من عامين ما بين سفيرتنا وما بين وزيرة الأسرة والطفل السنغالية بيتحدثوا فيها كيفية تبادل الرؤى في تعظيم دور المرأة الأفريقية والمرأة المصرية. فمجالات التعاون يعني منبسطة، مجالات التعاون منفتحة ما بين الدولتين في كل المجالات. يمكن تطوير التعاون ما بين مصر وما بين السنغال ليس له حدود أو ليس له مسارات معينة، ولكن احنا بنتكلم في عدة مسارات متعددة تعليمية نعم. وثقافية كذلك فيما يخص الشباب وملف الشباب وتمكين الشباب الأفارقة، يعني الأكاديمية الوطنية للتأهيل وتدريب عدد من الأفارقة للقيادة. احنا بنشوف منتدى الشباب كل عام، يعني شباب أفريقيا بيبقوا زي الزهور المنورة وسطينا. يمكن انا كنت في 2019 كنت متعرف على مجموعة كبيرة جدا من الأفارقة، سنغاليين وجيبوتي وأوغندا وبروندي، فكنا بنتبادل معهم الحديث عن تواجدهم وردودهم على المشاركة في هذه الفعاليات. ويمكن غالبيتهم كانوا من المنتمين للدورات اللي بتنظمها الدولة لتأهيل وتمكين الشباب في دولهم. كانت ردودهم دايما بتكلم حوالين يعني فعالية هذه الدورات، مدى ثقلها في تفتيح رؤاهم للنظر لمشاكل بلادهم وكيفية طرحها وكيفية النظر أو وضع استراتيجيات لحلولها وكيفية المشاركة والتفاعل في تنمية المجتمع بشكل كبير. ويمكن الأكاديمية الوطنية لتمكين الشباب وتدريب الشباب مهتمة جدا بأشقائنا الأفارقة من الشباب، ويمكن المشاركات منهم أعداد كبيرة جدا من كل الدول الأفريقية. زي ما بقول لحضرتك كده بنشوف تواجدهم دايما في منتدى شباب العالم اللي كانت لسه النسخة الرابعة منقضية خلال الشهر الماضي. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمود الضبع الكاتب الصحفي. إذن مشاهدينا الكرام، متواصلون معكم في هذه التغطية الخاصة على شاشة التلفزيون المصري للزيارة التي يقوم بها الرئيس السنغالي ماكي سال إلى مصر. هذه الزيارة التي استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر القصر الجمهوري بقصر الاتحادية، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمية له.
من المقرر أن يعقد الرئيسان مباحثات قمة ما بينهما وثنائية تشمل الكثير من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.